ازيكم، انا بوسينه صبحي. النهارده هعمل معاكم طريقه الفرايد تشيكن بس على الطريقه الصينيه. كتير جدا الفتره ديت بنجرب الفرايد تشيكن بمطاعم ومحلات واماكن كتيره جدا بنجربها، وكمان بدانا نجربها في بيوتنا، بس انا بما اني بتاعه الاكل الصيني حابه ان انا النهارده اجربها لكم بمقادير حلوه جدا معانا كلها صينيه وكلها موجوده في البيت. يلا بينا نشوف المقادير. اول خطوه معايا ان انا هجيب دبابيس الفراخ، دبابيس نظيفه ومغسوله وحلوه جدا ما فيهاش اي حاجه. ممكن الخطوه دي ممكن نعملها عن طريقتين، ان احنا بالسكينه نعمل الدبابيس، نغرزها من كل حته وهنتبلها، بس على الطريقه الصينيه بيعملوها بشكل مختلف شويه، هوريكم ازاي هنعملها. بسكينه حاميه هبتدي اقطع الفراخ بالشكل ده والفها، عشان انا عايزه افصل الجلد واللحم من العظم خالص. اول ما اتاكد بس ان هي فكت كده بايديا اهو، عشان اقطع كل حته فيها، هفضل الفها كده بس احاول ان انا ما اقطعش العظم. بعدين هبتدي ان انا الجلد بتاعها هبتدي اشقه كده، عشان هشده ومش محتاجة الجلد خالص في الوصفة دي. وهبتدي اقطع اللحم كده، بس مهم ان انا ما اقطعهاش للاخر، انا مش عايزه ابوظ شكلها، عشان بس انا هحتاج ان انا اقلبها. بصوا هقلبها كده اهو، لو عصلجت معايا بالسكينه برضو اهو عشان اقلبها خالص. بس اهم حاجه خليكوا بالراحه عليها خالص عشان ما تتقطعش ولا تتهري منكم. بعد كده هبتدي اشيل دي، هفكها بالسكينه وبعدين هفكها كده بايدي. لو الموضوع صعب ان احنا نشيلها نخليها بالشكل ده بالسكينه، هنجيب ورق فويل وهنبتدي نغلفها كده، حتى هيكون شكلها حلو في التقديم. احنا كده خلصنا الفراخ، خلاص عملناها كلها بالورق الفويل. هنبتدي بقى للتتبيله. اول حاجه هجيب جنزبيل مفروم هحط عليها، وتوم كله مفروم، وهحتاج صويا صوص لايت، وخل، وطبعا لو حبينا انها تكون سبايسي هنزل شطه، وهحط سماق، وهبتدي ان انا هتبلها. هسيبها في التتبيله من نص ساعه لحد ساعتين. وادي الفراخ بعد ما سبتها ساعتين في التتبيله. هحتاج في 3 اطباق، هحتاج دقيق وهحتاج بيض وكمان دقيق بقسماط. هبتدي بس ان انا اجهز البيض بتاعي اهو، عشان همسك قطعة قطعة من الفراخ وهعملها فيها. في الوقت اللي انا هجهز فيه الفراخ في الدقيق والبيض والبقسماط هحط بس الزيت علشان يسخن معايا، علشان ما اخدش وقت. هبتدي بقى اخد قطعة قطعة كده من الفراخ وهي في التتبيلة، بس هنزل منها التتبيلة شوية بس طبعا مش كلها. هنزل بقى في الدقيق بالشكل ده، بضرها كويس جدا من كل الجهات، واتاكد ان هو دخل الدقيق فيها كده اهو. بصوا لسه، هقوم حاطه مزوده وابتدي احط تاني اهو. المهم ان انا اتاكد، اهم حاجه خطوه، اهم خطوه يا جماعه الخطوه بتاعه الدقيق دي. بعد ما خلاص هتاكد ان الدقيق فيها كلها، هنفضها بس من الدقيق وابتدي انزل بيها على البيض.
اهو، نزل منها بس اي بيض زياده منها اهو، وهنزل بيها على البقسماط. طبعا لو عايزين هتكون كريسبي اكتر هعمل العملية اللي انا عملتها دي مرة واثنين وثلاثة لو عايزينها، كل ما تكتروا منها وتمشوا دقيق وبيض وبقسماط هتكتر معاك وتبقى مقرمشة اكتر اهو. بس وهشيلها بعد ما خلاص بدرت الفراخ وبقت بالشكل ده. الزيت انا هسيبه على نار عالية، بس اول ما هبتدي احط في الفراخ انا هوطي عليه النار خالص اوطى حاجة. الفراخ هنزل منها اي دقيق زيادة وابتدي انزل بيها بالشكل ده. هسيبها ومش هقلبها، هبتدي بس احاول اطلع منها الطرف بتاع الدبوس، وهي طبعا على نار هادية بالشكل ده لحد ما تستوي. بعد ما نسيبها في الزيت انها تستوي حوالي من 10 دقايق كده ربع ساعة، بصوا شكلها بتبقى عاملة ازاي. هنصفيها كده من الزيت وهنزلها على منديل. بعد ما نشفناها خلاص من الزيت هبتدي بقى ازينها كده ببصل اخضر عليها، هيدي طعم حلو جدا بما انها تشاينيز يعني. ممكن طبعا تقدموا جنبه مثلا كاتشب، سراتشا صوص، اي نوع صوص صيني انتوا حابينه، وممكن حتى تعملوا مايو شاب مثلا او اي نوع انتوا حابينه ان انتوا تقدموا جنبه. وطبعا علشان تكملوا الوصفه تقدروا ان انتوا تعملوا جنبه رز، تعملوا جنبه نودلز، وهتعجبكم. يلا جربوها وهستنى تطبيقكم. كل وصفاتنا تجدوها حصريا على موقع الوصفه.com.